السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الجميع على هذه القناة المسمات بأربيك ستدي جروب أوف إنديا. Video is very interesting because in today's video we will be discussing some question, previous year questions from June 2019 part 2. Let's start the video. السؤال الأول: رياض الفيض من مؤلفات فيض الحسن السهرنفوري وهو ما هو؟ ديوان فيض الحسن، لا ديوان، شرح ديوان الهماسة، لا القاموس، لا بل إنها شرح المعلقات السبع. رياض الفيض هو شرح المعلقات السبع. أوكي. السؤال التالي: من قال الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر؟ من قال؟ قال الأختل. أوكي. فإن أحد من الناس قد جاء إلي وسأل الأختل من هم أشعر، جرير أو فرزدق؟ فإنه قال هذا القول. أوكي. فالجواب الصحيح هو الأختل. السؤال التالي: ما هو الاسم الأصلي للشاعر أدنبيس؟ الجواب الصحيح علي أحمد سعيد إسبر. أوكي، علي أحمد سعيد إسبر. السؤال التالي: رتب الكلمات التالية حسب جذورها الأبجدية. هنا الألفاظ هذه الأربع: ميزان، اشترار، اتحاد، اتخاذ. أولا عليك أن تعلم ما هو الأصول، ما هو الجذور. الميزان وزن. أوكي. اشترار زرر. اتحاد وحدة. اتخاذ أخذة. الآن سهل لك، سهل لك أن تصل إلى الجواب الصحيح. أوكي، سهل جدا أن تصل إلى الجواب الصحيح. وزن، زرر، أخذ، وحدة. أولا اتخاذ. أوكي، هذا. ثم زرر، اشترار، ثم وحدة، هنا اتحاد، ثم وزن، ميزان. أوكي، ما هي الجذور؟ الآن ممكن أن تفهم ما هي الجذور. فالجواب الصحيح هو الاختيار الثاني: اتخاذ، اشترار، اتحاد، ميزان. لماذا؟ لماذا اتخاذ أخذ زرر وحدة ووزنة؟ أوكي. السؤال التالي: حدد الزوج الخطأ. ما هو ابن النديم لفارس؟ صحيح. ياقوت الحنبي؟ صحيح. معجم الأوداد السيوطي أسرار البلاغة؟ لا بل جرجاني. أوكي، أسرار البلاغة لمن؟ جرجاني. والبلاذري فتوح البلدان؟ صحيح. فالجواب الصحيح هو السيوطي أسرار البلاغة، هذا هو الزوج الخطأ. مثل هذه السؤال قد تجي في الامتحان في الاختبار. أوكي. السؤال التالي: ليس من مؤلفات أنور شاه كاشميري. الألف الشذي على سنن الترمذي؟ صحيح، من مؤلفاته. تعليقات على الأشباه والنظائر؟ من مؤلفاته. إكفار الملحدين في ضروريات الدين؟ من مؤلفاته. ولكن الكتاب الأخير إكلول الكرامة في مقاصد الإمامة ليس من مؤلفاته بل من مؤلفات نواب صديق حسن خان. أوكي، نواب صديق حسن خان. فالجواب الصحيح هو إكلول الكرامة في مقاصد الإمامة. السؤال التالي: ماذا خسر العالم بإحتاط المسلمين لأبي الحسن عن الندوي يتناول موضوع؟ أي موضوع؟ الفكرة الإسلامية الواضحة. أوكي، وأنا أقول الآن أن أكثر كتب ميا ندوي، علي ميا ندوي، إنها تتعلق بالفكر الإسلامي. أوكي، بالعالم العربي، بالفكر الإسلامي، بالشباب، بالدعوة. أوكي، هذه الموضوعات المهمة التي كتب عن فيها العلامة أبو الحسن علي الندوي. أوكي، فالجواب الصحيح الفكر الإسلامي. قال لي: من هو مؤلف الشعر والشعراء؟ هذا كتاب الشعر والشعراء في النقد، فلمن؟ ابن قتيبة. أوكي، ابن قتيبة. والجواب الصحيح هو ابن قتيبة. السؤال التالي: هذا سؤال من البلاغة. من يهن يسهل الهوان عليه؟ أوكي، ما لجرح بميت إيلامه. هذا البيت ينتوي على تشبيه ضمنيين. أوكي، تشبيه ضمني لا يوجد فيه أركان التشبيه بصراحة، ولكن في تركيبه يوجد هناك تشبيه ضمني. أوكي، فالجواب الصحيح هو تشبيه ضمني. السؤال التالي: ابن شهيد الأندلسي هو مؤلف كتاب؟ الجواب الصحيح حي ابن يقظان. رسالة هزلية لمن؟ ابن زيدون. أوكي، فالجواب الصحيح حي ابن يقظان.
من الشاعر الذي انتقده طرفة ابن العبد على أنه استونق الجمل؟ استونق مطلب جعله الناقة. أوكي، جعلا. من الشاعر الذي قال فيه طرفة ابن العبد أنه جعل الجمل الناقة؟ أوكي، وهذا معنى من هو المتلمس. أوكي، متلمس هو خال طرفة، متلمس هو خال طرفة، فالجواب الصحيح هو متلمس. أوكي، السؤال التالي: كليلة وضمن مجموعة قصص وحكايات على ألسنة الطيور والحيوانات، هي أصلا كانت في اللغة أصلت هي كانت في اللغة السنسكريتية، لأن هذا الكتاب من مؤلفات الكاتب الهندي. أوكي، من مؤلفات الكاتب الهندي. أولا، هذا الكتاب كتب في اللغة السنسكريتية في القرن الرابع، ثم نقل إلى من السنسكريتية إلى اللغة الفارسية القديمة يعني البهلوية في القرن السادس. الكتاب أولا كتب في اللغة السنسكريتية، ثم إلى اللغة الفارسية يعني الفارسية القديمة البهلوية، ثم من البهلوية إلى اللغة العربية. والآن لا توجد هناك نسخ من السنسكريتية، يعني النسخ أصلية للسنسكريتية، ولا توجد نسخ أصلية للفارسية، ولكن اشتهر هذا الكتاب بوجود نسخه العربية التي كتبها ابن المقفع. أوكي، فالجواب الصحيح هو السنسكريتية. السؤال التالي: ما هو الأصلي لبديع الزمان الهمداني، مؤسس المقامات، صاحب المقامات؟ فالجواب الصحيح هو أبو الفضل أحمد بن حسين. في هذه المسألة علي في هذه الأسئلة عليك أن تحفظ، أوكي، أسماء، تحفظ أسماء الكتب، تحفظ أسماء المؤلفين والأدباء والشعراء والنقاد، أوكي، وكل ما ذكر في منهج يو جي سي نيت. السؤال التالي: باقة الأزهار لمن؟ محمد ناظم الندوي. أوكي، عبد الرحمن الكاشغري هو ليس من منهجنا. أوكي، أنور شاه كاشميري هو من منهجنا، ولكنه من الناثر. أوكي، يعني إنه كتب مؤلفات في النثر. عمر قاضي البنكلولكلوتي هو من الشعراء الهندي، شعراء الهنود، ولكنه إنه كتب كثيرا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قد لقب بحسان مالبار. أوكي، حسان مالبار. بالتالي هذا السؤال من البلاغة: حدد الطباق من بين العبارات التالية: أو من كان ميتا فأحييناه. هذا هو الجواب الصحيح: الكريم واسع المغفرة، ذاقت المعذرة، المقابلة، غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله. هذا المقابلة: لا عيب في كتاب إلا أنه سهل اللفظ، هذا في حسن التعليل. أوكي، فالجواب الصحيح: أو من كان ميتا فأحييناه. إن شاء الله أنا أدرسكم، وأنا أبدأ الدروس من البلاغة، ثم من علم العروض، ثم الوحدة العاشرة. السؤال التالي: منظمة التعاون الإسلامي يعني OIC، Organization of Islamic Cooperation، in which هذه المنظمة تتكون من جميع الدول الإسلامية. أوكي، فالجواب الصحيح هي 57. أوكي، 57. وأنا أقول هنا في هذا الفيديو أن تعلم على الأقل 4 أو 5 منظمات: أول منظمة التعاون الإسلامي، ثم جامعة الدول العربية، ثم GCC يعني دول الخليج العربي، ثم رابطة العالم الإسلامي، ثم رابطة العالم الأدب الإسلامي. فهذه المنظمات عليك أن تعلم عنها، أوكي، كل شيء على الأقل. السؤال التالي: كان أستاذا في مدرسة العالية بكولكاتا، من؟ الجواب الصحيح هو أبو محفوظ الكريم، كريم المعصومي، سيد سليمان الندوي، سليمان منصور فري. فهذان الشخصيتان هاتان الشخصيتان ليستا من منهجنا. أوكي، عبد العزيز ميمنه من منهجنا هو صاحب المخطوطات، يعني شهير جدا في المخطوطات. إنه كان من راجكوت يعني جوجرات، وتوفي في كراتشي. وإنه أيضا قد كان رئيس قسم اللغة العربية في جامعة أليغلا. أوكي، AMU in the period of 1925 to 1936 something like that. Okay, فالجواب الصحيح أبو محفوظ الكريم المعصومي. إنه من بيهار. Okay, إنه من بيهار، ولكنه قد عاش ومكث طويلا في بنغال، وهنا كان أستاذا في مدرسة العالية بكولكاتا. فالجواب الصحيح هو أبو محفوظ الكريم، الاختيار الثاني، المعصومي. Okay. السؤال التالي: قارن بين الشعراء المذكورين أدناه مع الحركات الأدبية التي كانوا ينتمون إليها. إبراهيم عبد القادر المازني، مدرسة الديوان، واضح لأنه من ثلاثة من مؤسسي. أوكي، ثالث ثلاثة. من؟ عبد الرحمن شكري، عقاد، عبد القادر المازني، إنهم ثلاثة. هل هؤلاء الثلاثة قد أسسوا مدرسة الديوان؟ أوكي، ميخائيل نعيمة، الرابطة القلمية، إنه أيضا من مؤسسي، صاحبة مع جبران. أوكي،
احمد زكي ابو شادي ابولو انه اسس. اوكي، ثم بقي واحد عبد المودي الحجازي والشعر الحر. اوكي، السؤال التالي: كشاف في مصطلحات الفنون والعلوم لمن؟ غلام علي آزاد الأكرامي، لا حسان الهند هو وله كتاب سبحة المرجان، لا سبحة المرجان، ثم الصديق حسن خان قلنوجي، لا محمد علي الثانوي. صحيح، اوكي، الجواب الصحيح محمد علي الثانوي. الاسم الكامل لابن خلدون هو؟ خطأ خطأ خطأ، والجواب الصحيح هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون. الاسم الكامل لابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. أوكي، كتاب المسرحية الست هدى هو من كتبه؟ أوكي، كاتب المسرحية الست هدى من كتبه؟ كتب هنا أحمد شوقي. أوكي، هؤلاء الأربعة من المسرحيين: توفيق العقيم، مسرحي أبو المسرح الذهني. أوكي، علي أحمد باكثير كتب 9 مسرحيات مشهورة شعري، وعزيز عبادة كتب 9 مسرحيات شعرية، ولي أحمد باكتير أوكي إنه هو أيضا كتب كثيرا في المسرحيات. أوكي، السؤال التالي: من هو مؤلف مغامرات تليماك؟ من؟ الجواب الصحيح هو رفاعة رافي الطهطابي. رفاعة رافي الطهطابي إنه قد ترجم كثيرا من الكتب الفرنسية إلى اللغة العربية. أوكي، قتل في الثورة الخراسانية عام، أوكي هذا عام 132، من؟ ابن المقفى، لا، والجواب الصحيح هو عبد الحميد الكاتب. السؤال التالي: من هو مؤلف الموازنة بين الطائيين؟ من الطائيين؟ أبو تمام والبحتري. الموازنة بين أبي تمام والبحتري، من كتب العامدي؟ أوكي، أبو قاسم العامدي. أوكي، السؤال التالي: عزيز أباذا ينتمي إلى مصر؟ الجواب الصحيح هو مصر. قارن بين الأدباء ومجالاتهم الأدبية. زياد بن أبي من هو؟ خطيب. صاحب ابن عباد كاتب الرسائل. أروى بن ورد شاعر من الصعاليك. بديو جمال همداني صاحب المقامات. أوكي، ليست مشكلة في هذا السؤال. السؤال التالي: ألف أحمد أمين كتبا في تاريخ الإسلام لمختلف عهده، ما اسم الكتاب الذي تحدث فيه عن عصر الحديث؟ الجواب الصحيح هو زعماء الإسلام. أولا أنا أفصل هذا الكلام، عليك أن تعلم هذه الكتب الأربعة كلها. أوكي، كيف؟ إنه كتب أولا فجر الإسلام، فجر الإسلام، ثم ضحى الإسلام، ثم ظهر الإسلام. هذه ترتيب هذه الكتب الثلاثة كيف تحفظ؟ أوكي، فجر، ضحى، ظهر من الأوقات. أوكي، فجر أول ثم ضحى، أوكي ثم ظهر، واضح. في فجر الإسلام ثم أولان ماذا تكلم في أي كتب عن ما؟ أوكي، في فجر الإسلام إنه تكلم عن الإسلام، أوكي، الحياة الاجتماعية العقلية السياسية. أوكي، ثم في ضحى الإسلام إنه تكلم عن العصر العباسي الأول، أوكي، عن العصر العباسي الأول. أوكي، ثم في ظهر الإسلام إنه تكلم عن العصر العباسي الثاني، ثم في زعماء الإسلام إنه تكلم في عصر الحديث. فالجواب الصحيح هو زعماء الإسلام، لأنه فيه تكلم عن عصر الحديث. وكثيرا ما قد يأتي السؤال إنه يسأل في أي كتاب ألف أحمد أمين عن ذكر عن هارون رشيد أو متوكل أو مامون رشيد، إنه يسأل مثل هذه الأسئلة، فماذا تقول؟ فأنت تجيب: لأن ضحى الإسلام قد كتب وإنه ألف في العصر العباسي الأول، ومامون رشيد وهارون رشيد وأمين رشيد أمين رشيد هذه كلهم من العصر العباسي الأول، فإنه تكلم في هذا الكتاب. أوكي، السؤال التالي هذا من البلاغة: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمي. فالجواب الصحيح هو يتضمن البيت استعارة تمثيلية، استعارة بيت تمثيلية. السؤال التالي: من كان يمدح المناظرة والغساسنة؟ الجواب الصحيح هو حسان بن ثابت، حسان بن ثابت، إنه أولا مدح المناظرة والغساسنة، ثم بعد ذلك في عصر الإسلام إنه كان مدح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قريش، وإنه شاعر رسول شاعر النبي. أوكي، السؤال التالي: من كان من خلفاء بني أمية ذا ذوق أدبي رفيع؟ من كان هو؟ عبد الملك بن مروان. أوكي، وقد اتصل به الأخطل والوليد وغيرها وغيرهما من الشعراء في العصر الأموي. أوكي، السؤال التالي: حدد الجناس من بين العبارات التالية، ما هو الجناس؟ الجناس يعني ألفاظ فيها تطابق ولكن معناهما مختلف. الخيل معقود، الجواب الصحيح هو الخيل معقود بنواسي الخير. أين التطابق في الألفاظ هنا؟
الخيل والخيل فقط في اللفظ الأخير، الاختلاف في اللفظ الأخير، الخيل خيل لام والراء، أوكي، ولكن المعاني هي تختلف تماما، أوكي. لا كدر الجماعة خير من سيف الفرقة، هذه مقابلة. اللئيم بأف، يعفو عند العجز وينتقم عند المقدرة، هذا هو مقابلة، أوكي. فالجواب الصحيح هو الأول. السؤال التالي: الشاعر الذي تربى في القصر، من أحمد شوقي؟ لأن جدته قد كانت في عصر إسماعيل، أوكي، في قصر إسماعيل. السؤال التالي: رتب الشعراء حسب طبقاتهم، كيف ترتب؟ عمرو القيس من العصر الجاهلي، ثم أمية بن بلسلط، أوكي، في العصر الإسلامي، عمر بن ربيعة في العصر الأموي، الفرزدق في العصر الأموي، أوكي، فهذا هو الترتيب. أولا عمرو القيس، ثم أمية بن بلسلط، يعني جيم باء ألف دال. التالي: قارن بين المؤلف وكتابه وأشير إلى كتابه الصحيح وإلى الصحيح، أوكي. الشيخ ولي الله دهلوي كتب الفوز الكبير، أبو الحسن علي الندبي كتب إذا حبت ريح الإيمان، حميد الدين الفراهي التكميل في أصول التأويل، فايز السرعاننفوري إنه تعليق ذو الجلالين. أما حميد الدين الفراهي فإنه كتب كثيرا من الكتب في عن القرآن، أوكي، عن القرآن. فشكرا، جزاكم الله خير وحسن الجزاء. الالتماس منكم الاشتراك بهذه القناة لو أنكم جدد في على هذا القناة، والمشاركة مع أصدقائكم لو أعجبكم هذا الفيديو. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.